العالي خاطر تم أستيوس كريم قال لي قبل على هل النود دومين يأثر على السيو ولا لا. أما ثم أستيوس لهنا في البرجر ويب اتعاود كي نبدا أنا كاري إبرجمون من نشيل اللي هم عندهم اسمه في أمريكا في لونجلتير وأنا في تونس ما يساعدنيش أني نبرج معاهم على خاطر لي سيرفر ويب بعاد عليا ينجموا يرزنوا السيت يرزنوا الجرافيك. أي معناتها أنا ندخل يبقى 5 سكوندات يلود السيت ولا حاجة كما كيما. أوكي معناتها أنا كي عندي سيت أمريكي ماذا بين هوستي في نمشي إذا كان يبدا عندي سيت أمريكي هوستي وليدو ليه ما يساعدنيش خاطر في تونس. اوكي جوجل مثلا قلنا ريفرنسمون جوجل يعرف الادريس اي بي نتاع السيرفر ويب هذا يعرف هل في تونس في امريكا في كندا. اوكي انا هوست اريد 57 دينار تو تاكس كومبليت او فيها شابو بري اونكور 57 دينار كيف كيف العام. ثم هذا بطبيعه غالي برشا دبليو في بي انجل 350 دولار بارو اما سيرفيس نجم نقولوا مانجد ومعناتها بريميوم عند الاخر بيتيس ويا برشا نتاع اللونسمون لودينغ نتاع السيكوير كاستمر سبورت طيارة على الاخر ابو بري وهذوما راهو بارتيرا على فكره في تونس في تونس لو بيهاش قداش 57 كم لا البارح برك نشوف فيها بالديباس. اما هو بالضبط 140 دينار تي سي للمواطن الفيرسيون عاديه والبرو 180 البارح شفت البارح شفت البارح لا على خاطر اللحظه بلاك فرايدي بلاك فرايدي يمكن 4000 وما في الشهر خلصنا اوكي تسال ما ظهرتليش البلاك فرايدي برومورا انا تنصب تنصب بها لا في اللي برجمون نحكي مش في النون دومين اي تو حاليا حاطينها بلاك فرايدي اوكي باهي اوكي كما باهي لهنا كما قلت هذا النون دومين هذا نايم على هذا بيت مش النون دومين نشري تو نشري تو باش نشوف على رونو بيت ايرو فيرنا نفس دونك 120 في العام 128 اي كم تاكس اور تاكس معناتها 19% عندنا لكن يبقى يبخر في الليل حتى تكتسب الشهر شهر 9000 فرانك كيف هو راهو الرتور سي لانفستيسمون اذا كان واحد يعمل سوفير ويعرف باش يخدم كيف يخدم؟ على فكرة ثم برشا شركات راهو مثلا كما يهضمون بالرغم انهم معروفين برشا عادي يشرجيو لك 2 دولار براو في العام الاولاني العام الثاني تنجم تكون 20 25 وبري يلعبوا بالكلام بحيث ما تعرفش اللي العام الجاي تخلص اكثر ولا لا وتنجم في الشهر تشري ان دومين تنجم تشري حتى 1 دولار يقول لك 1 دولار فهمت بعد العام الثاني 25 كيما سيد حط البليت اي معناتها لازم واحد يعرف الشركات علاش انا حطيت دوما زوز الوالد على خاطر هما احسن واحدين يخدموا بها فهمتني لو في هاش حطيتو على خاطر تونس جودالي حطيتو كنت كما قلت لكم مارشي ك مارشي نتاع كبير معناتها الفيزيبيليتي نتاع كبير تشري ان نو دومين تشري تكري ان نو دومين ممكن عندك عرض واحد اخر تنجم تاخذ عليه وجودالي هو الانترميديير وكما قلت لكم هكا جست حطيتو على ذيك باهي ليبرت ليبرت بريست او لو في هاش بريست معناها في الفلوس كيف كيف هو نشيك ولا كما قلنا عاده اذا كان تشري ان نون دومين تنجم تشري من لوفياج اوكي اما في ليبرجمون وقتها تولي تخمم هل السيت نتاعي السيت نتاعو تونسي امريكي كذا فهمتني وفياج مؤخرا في عندها في كندا في بين عندها قاعده تخدم في داتا سنتر في امريكا معناتها تنجم كما نقولوا تبرجي للسيت نتاعك وتختار لون بلاسمون تقول نحبو في الداتا سنتر نتاع امريكا فهمتني بون الفريق نجم يفرق على خاطر هذا كما قلنا ابارتير فهمتني معناتها ينجموا كما نقولوا يبلجيو عليك ويقول لك هاي كي تحب تبرج السيت نتاعك في البلاصه الفلانيه تزيدنا اكثر مثلا نيم شيب اكزومبل اللي نخدم بالاخر بها كي تبرجي في اليو اس اي يعطيك كوبي كي تبرجي في لونجلتير يزيد شويه. اوكي ومعناتها تبرجي سمي فوق تو السيبل نتاعك يعني كان السيبل نتاعك في تونس مستحسن تبرجي في تونس و بلي بريسيزمون لي سيرفور تاع بيهاش كيفون بريسيز فيزيكمون كريمو انا معناها في نحكيك بوان دو في سيرفيس واحد معناها وكاليتي بوان دو في فوالا جوجل اول حاجه يشوف لي زادريس اي بي نتاع السيرفر هذوك كي يعرف بس بوان في ان يعرف السيرفر نتاعك حتى كان الدومين نتاعك بوكو فهمتني يقرب يعرف اللي السيرفر نتاعك نورمال تونسي وزيد كما قلنا في السيت ويب كيفاش
الكنيسه ولا يخبر شباب. وكل ما تقوي جينيرالمون كل ما تقوي في البلان اللي ناخذو الفيتيس تقوى. ثم هذوما ديزيبيرجمون ميتواليزي هكا في بالك. لازم لازم تكري هذوما ديزيبيرجمون هذوما كومبري طرف صغيره من السيرفر باش نفسروها طرف صغيره من السيرفر. لازم تكري بارتي اكبر من السيرفر ولا تنسى تكري السيرفر كامل. تكري السيرفر كامل اللي الريسورس الكل عندك عندك. فهمني مثلا اكزومبل نقولوا نحن السيرفر اللي انا كاري فيه فيه 200 سيت معناتها من بلجيكا فيه 200 سيت. نقولوا اللي ثم بار اكزومبل معظم لي سيت مستهلكين لي ريسورس الكل. انا مشيت لبلجيكا ان سيت وي مانيش باش تلقى الريسورس اللازمه نولي نكري مثلا السيرفر كامل لي ريسورس كلها يعني. اوكي ولا تبدل السيرفر ولا اي ولا تبدل السيرفر ولا تبدل الشركه. اوكي باهي كما قلنا نوت دومين هو النيم هذاك اكزامبل الاكستنسيون.com هذاك الكل نوت دومين هذايا www تحسب سب دومين كما مثلا نجم تشوفوا blog.example.com لهنا كما قلنا اذا كان بدينا نحكيو في البرجمون نحكيو بالبروتوكول اللي يفهمون لي نافيغاتور لي نافيغاتور كما جوجل كروم فايرفوكس بروتوكول HTTP ولا HTTPS الاس تاع سيكوريزي. اوكي باه تو فهمنا سي بون نورمالمون ايبرجمون شنو معناتها ايبرجمون ويب وان نو دومين. تو شوفوا شنو هو سي ام اس. ان سي ام اس ان سيستيم دو جيستيون دو كونتوني جير لا كرياسيون اي لا موديفيكاسيون دو كونتوني نوميريك. ايل برون جينيرالمون ان شارج بليزيور يوتيليزاتور دون ان انفيرونمون كولابوراتيف. معناتها في سي ام اس مش انا كهو مولا السيت نجم نستعملو نجم نحط عبد الكريم معايا كادمنستراتور او بيان كيوتيليزاتور عادي. يوتيليزاتور عادي باش مثلا ما يشوفش حاجات سبيسيفيك. اوكي والا مثلا اديتور جوست مثلا باش يكتب حاجه كما كاين. لي فونكسيوناليتي دي سيستيم دو جيستيون دو كونتوني فاري كونسيديرابلومون. باه سي ام اس كما قلنا قبيله يعاون لي زادمنستراتور تاع السيت ويب ولي ويب ماسترز باش يمانجيو لي سيت ويب نتاعهم فاسيلمون. تو شوفوا بعد فاسيل على قبل في الالفينات قبل الالفينات لي سيت ويب باش تخدم سيت ويب تو دوا اتر ان بون انفورماتيسيان باش تكودي ان سيت ويب. تو ابري اي عبد ينجم يعمل ان سيت ويب باللي سي ام اس. باه لي برانسيبال فونكسيوناليتي تاع سي ام اس هما لي جيستيون دي باج et de la structure des sites. Attention qu'on parle bien. Statut de page. Nous avons créé une page web et nous avons créé un brillant. Nous avons créé maintenant une révise. Oui, publié. Ok? Comme on dit, on peut publier. Accès aux pages publiques ou protégées. Maintenant, nous avons créé une page moyenne dans le site web. Alors, je dis, Karim, je suis utilisateur de site web, je suis administrateur. نبعث له ان ليان نتاع الباج هذيك في السيت ويب نبعث له مود باس. ما ينجم هو ما ينجم كان هو يراها على خاطر كي كليكي هو على الباج ويب هذيك تجيه كاز نتاع مود باس يكتب مود باس تبنوا الباج ما يكتبش ما تبنوش معناتها مالك مثلا ما تنجمش تراها. اوكي شنو هي اليوتيليتي نتاعو هذا؟ كما قلت لك انا مثلا الباج نحب نوريها عبد الكريم كاو او بيان بار اكزومبل عندي سيت ويب مثلا تاع ما كونتوني فيه ما يتشاف كان بالانسكريبسيون حاجه كيما هكا. بون هذه راهو انا تو جيتي نامبورت كوا ثم دي اكستنسيون يخدموا الحاجه هذه فهمتني. اما كيما قلت لك مثلا السيت تاع انسكريبسيون مثلا بازيك ما نحبش انا كيما نقول ما نجمش نخدم حاجه افونسي برشا. عندي مثلا 100 واحد نعرفهم نحب نشوف الباج هذيك مثلا في ادريس ايميل ليا والمود باس. هذه كما قلنا بازيك على خاطر الناس موجودين بحاجات اخرى في لي سيت ديسكريبسيون. باهي جيستيون دي ليان اي ميز اون فورم دو كونتوني تنجم تعمل اللي تحب المنيو بتاعك تنجم تحط اي ليان تحب عليه حتى ليان اكسترن يهز السيت واحد اخر اكسترا. جيستيون دي زيماج اي دوكيمون في السي ام اس لي زيماج نتاعك ولي دوكيمون ديما مستقاهم في معناتها ابوبري نكونوا نحن محطوطين في نفس البلاصه. قبل في الليسيت نتاع قبل باش تلقى مثلا طلعت ايماج على السيرفر ويب نتاعك باش تلقاها الايماج مره اخرى لازمك شويه ريشيرش لازمك شويه وقت. في السي ام اس ابوبري
كل شيء منظم. فهمني كما قلنا باش يعاون الادمنستور انه يخدم فاسيلمون. باهي موديل دو كونتينيو ريغلاج اتون شوفهم بعد باهي كونتنت مانجمنت سيستم اللي هي هذيك هي سيستم دو جيستيون دو كونتينيو. فيت هو السيبر باش نمشيو كي حكي يفول ينصري السي ام اس اللي هو يقابل الروسيال الانجستر الروسيال ويب كيفاش يغير البروسيس. كما قلنا كونتاكت مانجمنت سيستم اكثر واحد نورمالمون معروف في العالم هو ووردبريس. ووردبريس تعمل في 2003 وتعمل ك اون بلاتفورم تاع بلوغين ناس تكتب زارتيكل اكاهو. بعد بسنين تحول ولد الناس لازم تعمل دي سيت اي كوميرس عندي ماي تيك بقى. مش ماي تيك مش بالووردبريس اما نقول ماي تيك بوينت يعني اكسترا سيت فيترين سيت نتاع بزنس سيت نتاع انونس كيما طياره بوينت يعني كاني بتبيع فونكسيوناليتي اي تفرق معناتها وقتها اذا كان تحب تعمل برشا كاستمايزيشن بالفرنسي ما عرفش بيرسوناليزاسيون لازمك شويه تدخل في الكود اكسبيرتيز. اه اكسبيرتيز اما هو سيستمولي تو تقول انت اما لازم تعلم ووردبريس ويكون وحده مساعد بيه. انا مانيش قاري على فكره انا مانيش ديفلوبر مانيش قاري قلبي ميكانيكي ومتعلم وحدي ووردبريس معناها انا اكثر فورماتور يكون يصلح اما مع الوقت بالطبيعه دخلت شوي في الكود فهمني اما واحد تعلم ليه. كما قلنا الووردبريس هو بلاتفورم ديسكويب اوبن سورس نزيد نفسروها بعد هنا conçu pour permettre la création et l'administration facile des sites web. Il est considéré comme le système de gestion de contenu des sites web CMS le plus puissant et extensible qui existe à ce jour. OK? Ben, comme on connaît, tu as mal fait avant le fond de clair. Langage de l'IRMB, PHP. Mais je pas c'est quoi PHP. On a mis un QR code. Il s'agit de quoi chez les bases de données MySQL. Et open source. Ben, اوبن سورس شنو معناها؟ معناها انا كي تيليشارج على خاطر الووردبريس هو مجموعه كيما نقولوا دي فيشي باش تيليشارجي اوكي كي تيليشارجي هذوك نجم نصنع على خاطر راهو البر قوانين معناتها